متابعين الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معنا من جديد. احنا اليوم عندنا سياره مميزه من شركه فورد، فورد رينجر موديل 2023. خلونا نتعرف عليها مع بعض. فورد رينجر موديل 2023 جيل جديد بالكامل من شركه فورد، يعتبر الجيل السادس من السياره هذه. حصل عليه تحديثات خارجيه وداخليه ساهمت في اعطاء السياره المزيد من القوه ولا في الاداء، وايضا تحسينات في اداء السياره في الطرق الوعره وغيرها. الواجهه الاماميه الخاصه بالسياره تم عمل تحسينات كثيره فيها، خاصه في الواجهه الاماميه. عندنا الشبك الامامي الخاص بالسياره تصميم جميل جدا، علامه فورد بشكل بارز جدا. عندنا خلايا مميزه للشبك الامامي، الاضاءه الاماميه جايه على حرف سي في السياره هذه، وايضا عندنا في الاسفل شبكة الأسفل، وعند الحساسات الخاصة بنظام التوقف، وأيضا الحساس الخاص بمثبت السرعة التكيفي. في الأسفل عندنا مشتة الهواء السفلي، وأيضا عندنا صاجة لدعم السيارة والحفاظ على المحرك أثناء قيادة تفتق الوعرة وغيرها، وأيضا زاوية الدخول الخاصة بالسيارة 30 درجة، تعتبر جيدة للسيارة بنفس الفئة هذه. تستمر خطوط التصميم حتى في جانب السيارة بتصميم جميل جدا للسيارة، وأيضا حنيات رائعة تجعل من السيارة كأنها سيارة فاردة عضلاتها لإعطاء مزيد من المنظر القوي أثناء قيادة السيارة. عندنا هنا باي تيربو الخاص بالمحرك الخاص بالسيارة، 2 تيربو في السيارة موجودة. المراية الجانبية وعليها الحساس الخاص بالالتفاف على اليمين واليسار، وأيضا الإشارة الجانبية. عندنا في الفئة هذه اللي هي فئة وايلد تراك جاية المساكات بلون السيارة نفسها، عندنا في الأسفل درج لركوب السيارة بكل سهولة أثناء قيادة السيارة، وأيضا عندنا هنا الحوض الخاص بالسيارة عليه غطاء مميز، وأيضا تصميم جميل جدا مثل الجناح في ايش الصندوق من الخلف. الاطارات الخاصه بالسياره في الفئه هذه عندنا مقاس 18، توفر ايضا مقاس 17 ومقاس 18 لكن بتصميم اكثر خشونه لسياره فئه الرابتر اللي هي مخصصه اساسا للاوفرودنج. التصميم الخلفي الخاص بالسياره تصميم مميز جدا من شركه فورد، علامه فورد باز جدا عندنا هنا، واسم السياره او الطراز هذا وايلد تراك 4x4 رينجر بشكل واضح جدا. عندنا الدعسات الخاصة بالسيارة هنا سهلة الوصول إليها لإعطاء مزيد من السهولة أثناء ركوب السيارة من هنا، وأيضا موجودة عندنا حتى في الجنب موجودة دواسات بنفس الطريقة لركوب السيارة من الجنب بكل سهولة. صندوق الأمتعة فتحه سهل جدا من هنا، عندنا غطاء كهربائي يتم فتحه وإغلاقه بكل سهولة عن طريق ضغط زر من هنا. عندنا مساحة جدا ممتازة للتخزين، وعندنا أيضا فتحات كهربائية لشبك المقطورة أثناء سحبها، وأيضا كهرباء 220 فولت موجود عندنا هنا لتشغيل المعدات وغيرها مثل ماطور أو مثل زي ما نقول أدوات للناس أو العمال اللي يشتغلون بأيديهم الأدوات اللي يحتاجون إلى كهرباء في تشغيلها. أيضا صندوق الأمتعة تسكيره بكل سهولة من هنا. السيارة بشكل عام تصميمها جميل جدا ورائع من شركة فورد. عند ركوبها للسيارة استقبلك عجلة القيادة بتصميمها الجميل جدا من الجلود المطرزة، فيها أيضا أزرار التحكم بمثبت سرعة التكيفي، نظام الصوتي، وأيضا بالبلوتوث الجوال وغيره. شاشة المعلومات عندنا هنا بتصميم جميل جدا تعطيك وضعيات القيادة ومعلومات مفيدة للراكب أثناء قيادة السيارة. عندنا هنا الشاشة 12 بوصة تعتبر من الأكبر في الفئة هذه، ممكن حتى في فئة السيارات الأخرى، حجم كبير جدا سهلة التعامل معها، التحكم بنظام الصوتي، التحكم بنظام التكييف وغيره، وايضا عندنا ازرار هنا للتحكم بنظام التكييف. عندنا هنا الشاحن اللاسلكي الخاص بالسياره، مبدل سرعات تم تصميمه لاعطاء راحه اكبر اثناء قياده السياره، تحط يدك عليه وانت مرتاح من غير اي مشاكل. الجير زي ما قلنا 10 نمر، فتحات خاصه بالاكواب، الهاندل بريك الالكتروني. عندنا هنا الخيارات الخاصه بالاوفرودنج او طرق الوعره 2 اتش 4 هاي 4 لو اللي هو دبل زي ما نسميه احنا خفيف وثقيل. وضعيات القيادة عندنا 6 وضعيات خاصة بالسيارة، عندنا وضعية خاصة بالعادية الاقتصادية، الطرق الوعرة الرملية، الجبال، الثلوج والطين وغيرها. السيارة الطبلون الخاص فيها من خامات ذات جودة مميزة، ما كانها سيارة زي ما يقولون بلاستيك معتاد، لا عندنا هنا جلود مطرزة، وفي الخلف عندنا طبعا من البلاستيك المبطن بالسفنج مع الجلد من الأعلى. خامات مثل البلاك بيانو عندنا موجودة هنا مع الفتحات الخاصة بالتكييف، وأيضا هنا عندنا مع اسم السيارة نفسها اللي هو وايلد تراك. صندوق القفازات عندنا هنا موجود، عندنا فتحات التكييف على شكل خلايا بتصميم جميل جدا. صراحة المنظر جميل جدا حق السيارة من الداخل هنا، كأنها سيارة فاخرة ما كأنها سيارة بيكاب تراك. شركة فورد حرصت على وجود التصميم المميز هذا للسيارة لتكون سيارة استخدام يومي وليست استخدام لإيش الأعمال
فقط اللي هي حق العمالة وغيرها. السيارة توفر بالسوق السعودي بأربع خيارات محركات، ثلاث محركات للفئة العادية ومحرك خاص لفئة الرابتر. المحرك موجود عندنا هنا محرك تيربو باي تيربو، المحرك هذا يوجد فيه اثنين تيربو، واحد صغير واحد كبير، 2 لتر، تولد قوة 207 حصان وعزم تدوير عالي جدا 500 نيوتن متر. المحرك هذا مربوط ببدل سرعات من 10 نسبة أمامية. أيضا يتوفر محرك اقتصادي اللي هو 2.0 لتر بقوة 168 حصان وعزم تدوير 400 نيوتن متر. وتوفر محرك أيضا بنزين اللي هو نظام إيكو بوست تيربو 2.3 لتر بقوة 298 حصان وعزم تدوير 452 نيوتن متر. وموجود أيضا المحرك الخاص بالرابتر اللي هو محرك 6 اسطوانات بأداء جبار و 98 حصان وعزم تدوير يتفوق عن 500 نيوتن متر. طبعا الفئة هذه مخصصة لأداء الأوفرودنج الشرس والأداء في الطرق الوعرة الجامدة، لأن السيارة أساسا مخصصة للشيء هذا. جربنا المحرك اليوم داخل المدينة وخارجها. المحرك هذا مصنف اللي هو باي تيربو 14.7 كيلو متر لكل 1 لتر كاستهلاك وقود للسيارة هذه اللي هو الديزل. أداء جدا ممتاز، جابت محرك جدا ممتازة، وتبدأت الجير 10 نمر سلس جدا وناعمة، وتوفر أيضا مبدل سرعات من 6 نسبة بالنسبة للجير العادي. فورد رينجر موديل 2023. هنركب السيارة من الداخل، تستقبلك مقاعد والفعل عندنا هنا اللي هي وايلد تراك من الجلد مطرز بتصميم جميل جدا. عجلة القيادة فيها زرار التحكم، نظام ثبت السرعة التكيفي، وفيها التحكم بالنظام الصوتي وغيرها من الأشياء. وأيضا طبلون السيارة عندنا طبلون إلكتروني، فيه شاشة معلومات توضح لك وضعية القيادة، توضح لك تشتغل دبل الثقيل أو الخفيف والدفلوك الخاص بالسيارة. وعندنا بعد الشاشة اللي هي 12 بوصة، تعتبر من أكبر الشاشات الموجودة مش بس بسيارة كسيارة بيك أب تراك أو شاحنة، حتى في السيارات العادية يعتبر شيء مميز جدا للسيارة هذه. فيه طبعا أزرار التحكم بالنظام الصوتي ونظام التكييف وغيره، ووضعية القيادة الخاصة بالسيارة وبعض الإعدادات. جربنا السيارة اليوم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بعدة سرعات، وحنا حاليا موجودين في طريق وعر، طريق رملي على صخري في نفس الوقت. قيادة السيارة كانت ممتعة جدا، أداء المحرك جبار. المحرك اللي عندنا طبعا هي باي تيربو بسعة 2 لتر بقوة 207 حصان، كان أداء السيارة جدا ممتاز أثناء قيادتها والمحرك هذا. وتبديلات الجير كانت سلسة جدا أثناء قيادتها داخل المدينة. وحاليا في الطرق الوعرة استجابة المحرك جدا ممتازة، وكذلك الجير الخاص بالسيارة، النمرة تمسك أثناء طلب القوة في الطرق الوعرة وغيرها، وتغيير وضعيات القيادة الخاصة فيها. في حوالي 6 وضعيات خاصة بالقيادة الاقتصادية، القيادة العادية، قيادة في الطرق الثلجية، في الطرق الطينية، في الرملية، وأيضا وجود دبل ثقيل وخفيف خاص بالسيارة، وهذه قليل نشوفها بالسيارات حاليا. السيارة من الداخل مساحة مخصصة للركاب تعتبر جدا ممتازة، مقاعد مريحة، الكابينة من الداخل هادية أثناء قيادة السيارة. فعلا يعني نادرا ما تحصلها بسيارة بيك أب تراك مشابهة للسيارات السيدان بشكل أكبر والشاحنات اللي هي SUV والكروس أوفر. وهذا طبعا تخطيط شركة فورد للسيارة هذه، أنها تكون سيارة استخدام يومي، مش بس سيارة استخدام في مثلا النقليات أو مثلا البنيان وغيرها. لذلك اهتمت في النقاط هذه، وأيضا اهتمت في الإعدادات الخاصة بنظام التعليق أو سسبنشن. ونلاحظ هذا الشيء أن السيارة ما نحصلها مثلا المطب حقها في قساوة، وأثناء قيادتها في الطرق العادية السيارة ما نقدر نقول عليها تطمر أو تنقز مثل بعض السيارات من الشركات الأخرى. الخامات المستخدمة داخل السيارة والتجهيزات مشابهة زي ما قلت للسيدان. عندنا المقاعد الكهربائية في السيارة هذه للسائق والراكب، عندنا الشاشة الكبيرة، عندنا نظام التكييف فتحات أمام كل الركاب أيضا للخلف، مداخل USB، شاحن لاسلكي، أشياء كثيرة صراحة تعتبر ممتازة. واليوم جربنا اللي هو التكييف حق السيارة، برضو أداء جدا ممتاز أثناء قيادة السيارة. انطباع نهائي عن فورد رينجر موديل 2023. السيارة بالتأكيد شركة فورد أبدعت فيها في التصميم الخاص فيها والتعديلات والتحسينات اللي حصلت في السيارة، من ناحية اختيارات المحركات الموجودة فيها والتنوع الخاص الموجود فيهم، من ناحية أداء المحرك، من ناحية استجابة تبديلات الجير 10 نمر اللي يعتبر رقم ممتاز جدا للسيارة بنفس الفئة هذه، وأيضا استهلاك الوقود الخاص بالسيارة. والأسعار طبعا يبدأ سعرها من 104,000 ريال و200 ريال للفئة اللي هي الستاندر، إلين طبعا حسب المواصفات والتقنيات الموجوده بالسياره يتبع السعر هذا. ختاما اخوان الاعزاء، اتمنى تكون تجربه هذه عجبتكم، اتمنى عدم ترد تطرح اي اقتراحات او اراء تساهم في تطوير قناتنا، وبالتاكيد اي استفسارات تقومون بالاجابه عليها، واي سياره ترغبون بتجربتها اعطونا خبر ان شاء الله ونحاول
جربها لكم. معكم اخوكم صالح حمود من قناتكم كارز اند مور، سيارات واكثر. تحياتي لكم.